السوق هذا العام كيعرف طلب يعني بحال الاعوام اللي فات يعني، ولكن كيتزاد. هو نورمالمون الطلب كيكون على طول العام، ولكن كيتزاد في هذه الفتره ديال رمضان بحكم الناس كيسهلكوا زعما بكثره في هذا الشهر المبارك. وكاينين انواع بزاف كيتمشاو في هذا الشهر ديال رمضان، منهم الجزائريه، كنهضر على التمور المستورده يعني الجزائريه التونسيه، السكري، كاين انواع ديال المجهول الاردني، وكاين ديال الامارات، يعني كاين انواع كثيره. بالنسبه للسوق هذا العام كاين اللي قبل الحمد لله، كاين اللي قبل مقارنه مع السنين اللي فاتت اللي كان فيها كونفيرمون، ماشي بحال هذا العام اللي الناس الحمد لله خرجت تسوق، الامور مزيانه الحمد لله. لي بري ديال التمر اخويا كاين في متناول الجميع. لي بري كتبدا اخويا من 14 درهم حتى ل 30 درهم ديال المتوسط. عاد كاينين التمر ديال المجهول، وكاين التمر اللي ممتازه الجوده وعاليه في الجوده، هذيك ثمنها بوحدها، هذيك تنهضروا عليها غاليه شي شويه، لكن هذيك ماشي هي اللي كتكونسوم على طول العام، بزاف تتكونسوم في واحد الفترات ديال المناسبات، رمضان، الاعراس وغيره. بالنسبه للثمن تنهضروا في متناول الجميع، كاين شي شويه ديال الزياده مقارنه مع السنوات الفائته، مقارنه للترانسبور اللي غالي عالميا ماشي على المغرب، وكاين حتى حتى بالنسبه للمغرب راه كاين مشكل ديال الغازوال اللي مغلي ترانسبور ومغلي بزاف التنقلات في المغرب كامله. نعم، السوق كيعرف وفره في المنتوج، يعني كاينه السلعه موجوده الحمد لله بجميع الانواع ديالها، يعني مستورده ومحليه، يعني السلعه الحمد لله موجوده، غير هو كيكون واحد الارتفاع في الاسعار، يعني كنهضر على السلعه المحليه، السلعه المستورده كاين واحد الارتفاع في الاسعار، يعني والاسباب الاسباب عديده، يعني كاين ترونسبور، كاين الروتار اللي كيوقع زعما في البور في المرسى، يعني هادشي كامل كيساهم في ارتفاع ديال الاسعار. هي ماشي رخص، هي على حسب النوع ديال التمور كيف داير، يعني كيختلف الثمن على حسب النوعية، يعني مثلا التمور المستوردة يعني كاين التونسية اللي هي رخيصة كدايرة 35 درهم 30 درهم، وكاين عاوتاني المجهول وصل حتى ل 120 درهم 130 درهم، كذلك التمور المحلية كاين يعني ما بين 10 دراهم يعني وكيوصل حتى ل 120 درهم، يعني ما كاينش اختلاف في الاسعار غير على حسب النوعيه ديال التمر والجوده ديالو. التمر المستورده كاينه بكميات لان قابله للتخزين، تتخزن وكاين لامبالاج ممتاز، يعني بالنسبه للامبالاج ديالها التمر ما تيكونش فيه نسبه الرطوبه عاليه، نسبه الماء ديالها اللي كتقدر تحفظها في الفريغوات المده اللي تقدر توصل لك حتى لرمضان، مقارنه مع التمور ديال المغرب اللي كنقولوا كاينه نسبه ديال المجهول، شي تمور اخرى كالجهل وغيرهم اللي قابلين للتخزين، الاخرين تيتكونسوموا تقريبا موسميين ديال البلاد، هادو تيقدروا تخدم عليهم على طول العام لانهم تيقبلوا للتخزين. المحلي احنا ما عندناش فكره الصراحه على التمور المحليه بزاف، حيت كنخدموا بزاف في المستورده، ولكن المجهول كاين، المجهول هو زعما من الافخر الانواع ديال التمور اللي عليها طلب كثير. التمور المغربيه كلها زوينه الحمد لله، الصفه التمور المغربيه عندنا كامله صفه كامله قابله سميتو الجوده عاليه ديالها، تتخليها تكونسوما من البدايه ديال الجني ديالها، وكاين المجهول، كاين الفقوس، كاين الجهل، كاين كاع التمور ديال المغربيه بصفه عامه ممتازه لان مذاقها ممتاز وجودتها عاليه. لا هو البيع مع انترنت ما سامارش با، ما كيتمشاش لينا حنا بزاف، حنا غروسيست، حنا كنبيعوا بالجمله، يعني ما كيتمشاش بزاف، خاص الجمال اللي كيبيع ويشري غيجي عندنا هنايا باش كيشوف السلعه عاد يشريها. سورتو دابا في هذا الشهر الكريم حنا كنعرفوا بان هاد التمور هادي فيها مواد اللي هي مزيانه كتخلينا شادين الطاقه ديالنا وسط النهار، وبين معروف انا التمر انه مذكور في القران الكريم،
وفيه مواد اللي هي مهمه كمثل الزنك اللي هي مهمه سورتو فهاد الظروف اللي حنا عايشين فيها ديال الكوفيد، وكتحمي الجهاز المناعي خدام مزيان، والحمد لله الله يخلي لنا هاد الخيرات اللي في البلاد.